بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي، وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة مباراة كبيرة جدا جدا جدا، ومحطة جديدة ومهمة جدا للنادي الأهلي في مسيرته بالدوري الممتاز، وهتكون قدام نادي سموحة السكندري بالأسكندرية إن شاء الله. طبعا النادي الأهلي بيدخل كل مباراة علشان حاجة واحدة بس، الفوز. دلوقتي كمان طول ما المنافسين بتوعك بيكسبوا، انت بتدخل الماتشات بتاعك كانها ماتشات كؤوس. الماتشات بتاعتك كلها انت عايز حاجه واحده بس، الفوز. لا بديل عن الفوز في اي مباراه، مباراه النادي الاهلي سواء دوري او كاس، اللي هو الكاس اللي هنوصل له ان شاء الله يوم السبت كمان يومين باذن الله رب العالمين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، احنا لسه مخلصين مباراه من يومين كانت في الكاس امام بيراميدز. النادي الاهلي كسب بيراميدز 2-1 بجداره واستحقاق، عشان في ناس ده الكاس القديم كمان، احنا ما بنتكلمش لسه على الكاس الجديد، ده الكاس القديم، عشان في ناس بتقلل من المكسب، بتقلل المكسب ليه انا مش عارف. انت كسبان بيراميدز اللي هو دلوقتي قبل ماتشاتك المؤجله تاني الدوري، واللي هو بينافس على القمه، كسبان 2-1، مأدي مباراه كويسه، وحققت الهدف ان انت وصلت للسيمي فاينل بتاع كاس مصر القديم. فالنادي الاهلي بعد يومين خلاص قفل صفحة بيراميدز وقفل صفحة كاس مصر القديمة. بنتكلم على مباراة مهمة جدا 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 في الدوري، لازم إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي زي ما احنا بنقول دايما بيلعب على المكسب علشان يواصل طريقه لمكانته الطبيعية على قمة الدوري الممتاز لكرة القدم، اللي هو النادي الأهلي دايما متعود عليه، اللي هو لقبه للأسف فقد منه السنة اللي فاتت بفعل فاعل، اللي هو السنة دي إن شاء الله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني بإذن الله قادرين إنهم يعوضوا اللي راح السنة اللي فاتت، وبإذن الله يرجعوا لنا مرة تانية بطولة الدوري العام. لكن خليني قبل ما أروح الماتش النهاردة وأتكلم عن الجوانب الفنية، عايز ألفت بس انتباه جمهور النادي الأهلي لموضوع ممكن يكون غايب شوية عن البعض. هو إيه؟ حملات التشويه والضغط على اللعيبة. حملات التشويه والضغط على اللعيبة خصوصا في الفترة الأخيرة. ده ليه؟ يعني ما سألتوش نفسكم ليه؟ هم شايفين الأهلي في الفترة الأخيرة ماشي كويس. ماشي كويس وبيكسب. إن شاء الله هيوصل للقمة مرة أخرى. هيوصل لمكانه الطبيعي مرة أخرى. فهو عايز يوقفك. عايز يضغط على لعيبة النادي الأهلي. وعايز يخليهم تركيزهم يفقدوه. ليه؟ عشان النادي الاهلي المرحله الجايه يخسر نقاط، عشان النادي الاهلي الفتره اللي جايه ما يكونش مركز في الملعب، عشان النادي الاهلي الفتره اللي جايه لو كسب الماتشات المتاجله هيبقى في فرق بينه وبين المنافس 5 نقاط. هم بيعملوا كل دوت عشان يبعدك انت عن الموضوع دوت، عشان يبعدك انك انت ترجع للقمه مره تانية. يعني مره نلاقي ايه؟ حمله ضد حسين الشحات، مره تانية ضد طاهر محمد طاهر، مرة تالتة ضد محمد مجدي قفشة. ده بيأثر على اللعيبة، في بعض اللعيبة بتتأثر. في بعض اللعيبة بتتأثر، وخصوصا لما يكون الكلام ده جاي من جماهير النادي الأهلي. لأن أنا ببقى محتاج الجماهير بتاعتي، سواء أنا مش كويس، أنا كويس، أنا محتاج دعم الجماهير بتاعتي. لازم في كل مرة سواء أنا كويس أو مش كويس، لا أنا محتاج الجمهور. كلمة واحدة من الجمهور ممكن تأثر فيا. في الآخر خالص لما ما لقوش فايدة في الموضوع دوت قال لك إيه؟ طب إحنا نروح بقى لواحد من الأعمدة الأساسية التوال قوي، نضغط عليه، لأن ده لو أخطأ خلاص ده مش هيتعوض، الخطأ بتاعه مش ممكن يتعوض، اللي هو مين؟ محمد الشناوي. لو جات لي الفرصه ان انا اتكلم عن محمد الشناوي في الاستوديو هاخد وقت كبير جدا 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 عشان اتكلم على محمد الشناوي. طيب هو محمد الشناوي الفتره اللي فاتت دي معمول عليه حمله شرسه جدا جدا، طبعا الغرض منها حاجه واحده بس، هي مش محتاجه تفسير طبعا. الغرض منها ان هو كسر معنويات محمد الشناوي. محمد الشناوي مهما اتكلمت عنه، هو من غير انا ما اتكلم عنه الحارس نمره 1 في مصر وافريقيا.
فالضغط زياده الفتره اللي فاتت حمله مغرضه، وعارفين الحمله دي غرضها ايه. على فكره اللي بيقود الحمله دي مش بيشجع النادي الاهلي، هو بيحاول، هو من بره طبعا احنا عارفين مين، بيحاولوا يوجه جماهير الاهلي ان الشناوي اداؤه متراجع الفتره اللي فاتت عفوا. لكن كمان بيدوس على ايه؟ ان النادي الاهلي ما عندوش جول كبير، النادي الاهلي لازم يجيب حارس مرمى، وان اخطاء الشناوي الفتره الاخيره بقت كتيره، وانه مش مركز في الملعب. طيب نقف واحده واحده بس عند الكلام ده. لازم نعترف اولا ان اي لاعب، اي لاعب او حارس مرمى، ما حارس المرمى لاعب برضه، عادي بيكون له اخطاء، عادي، ده امر منطقي. مفيش واحد ايجابي على طول بنسبه 100%، ومفيش واحد سلبي، احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي، بنسبه 100%. لكن هل لو لاعب اخطا، هل لو لاعب اخطا افقده الثقه بنفسه؟ ده مش موجود عندنا في النادي الاهلي، ولا ده اللي معروف عن جماهير النادي الاهلي. لكن معروف عن مين؟ عن الجمهور المنافسين او جمهور المنافس اللي قدامك، اللي عايزك تفقد الثقه وتفقد تركيزك في لعيبتك، اللي عايز لعيبتك يفقدوا تركيزهم في الملعب، اللي عايز يخرج لعيبه النادي الاهلي كلهم عن تركيزهم في الملعب الفتره اللي جايه. ليه؟ عشان انت شايفك مكمل وعمال تكسب، ورجعت الروح العاليه ليك مره تانية، وبتكسب في الاوقات الاخيره، وروح الفانيلا الحمراء موجوده الماتشات الاخيره. يقول لك انا اعمل ايه؟ طب اكسره ازاي دوت؟ اعمل بقى الحمله المغرضه دي. طيب انا دوري ايه كجمهور نادي اهلي؟ انا مش هقول لكم دوركم، لان انا من جماهير النادي الاهلي، انا دلوقتي من جماهير النادي الاهلي، وانا عارف معدن جماهير النادي الاهلي الاصيله، وكل جمهور النادي الاهلي اصيل. جماهير النادي الاهلي دي اللي ياما وقفت ورانا وورا اللعيبه اللي قبلنا وورا اللعيبه اللي بعدنا وورا اللعيبه اللي جايه، هي جماهير النادي الاهلي دي هي الاساس. جماهير النادي الاهلي العظيمه دي هي الاساس، هي السند والدعم، الداعم رقم واحد لكل اللعيبه. فجمهور النادي الاهلي اللي انا اعرفه عنه ان هو خط الدفاع الاول عن النادي الاهلي، عن اي واحد بيمثل النادي الاهلي. هو دايما اللي بيدعم، هو دايما اللي بيساند، هو دايما اللي بيقف ضد الحملات المغرضه دي. ازاي؟ هما ليهم طريقتهم، جماهير النادي الاهلي العظيمه دي ليهم طريقتهم. هو حائط للهجوم على اي لعيب، لان ممكن اي لاعب يتراجع مستوى سهل جدا، اي واحد ممكن ما يكونش في يومه عادي، كلنا في فترات كتير جدا ما كناش في ايامنا. بس هل انت قاصد انك تاثر؟ لا طبعا. كل واحد ممكن يخطئ؟ طبعا ممكن يخطئ عادي، ما فيش مشكله. يعني احنا بنتكلم، اتفضل، احنا على الصوره كمان معانا لقطات للكابتن محمد الشناوي اللي مهما اتكلمت عنه عايز حلقات. وارد جدا ان انت ما تكونش موافق، ما بتكلمش عن الشناوي بس، انا بتكلم على لعيب الكوره. وارد ان انا ما اكونش موافق، انما افتكر بقى لكل لعيب، وافتكر للشناوي بالذات لان الحمله عليه جامده جدا 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 الفتره دي. افتكر الشناوي ده ياما عمل ايه؟ ده دوره، دوره، وشالنا في اوقات كتير، وكان متالق في اوقات كتير. لما يخطا خطا ما تبحوش، ما عملش حمله مغرضه علشان افقده الثقه بنفسه، علشان يعني هقول كلمه ان انا اقلب جمهور الاهلي عليه. لا، جمهور النادي الاهلي مش هيقلب على لعيبته ابدا. جمهور النادي الاهلي هو الداعم للنادي الاهلي باجهزته ولاعيبته ومسؤوليه ومجلس ادارته كله والاجهزه الفنيه كلها، هو السند رقم واحد للعيبه. مش عبء على اللعيبه، لان مش ده جمهور النادي الاهلي، مش ده جمهور النادي الاهلي اللي احيانا بيشتمهم في الملعب، مش ده جمهور النادي الاهلي، احنا عارفين مين. وانا واثق ان جماهير النادي الاهلي مش هي اللي بتهاجم لعيبتها، ده ابدا مش جمهور النادي الاهلي، لان زي ما احنا عارفين جمهور النادي الاهلي زي ما بنقول هو حماه، ده جمهور النادي الاهلي. لكن المنافس او المنافسين بيحاولوا ياثروا على قله من جماهير النادي الاهلي اللي ممكن
يكون ايه البعض منهم اندفع وراهم ورا الحملات دي بغرض انها ايه بقى يعني هتفرق مع اللعيبه شويه، اللعيبه ممكن لو انا انتقدته يفوق شويه. لا 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 لا، الحملات دي مش بتاعتنا، الحملات دي مش بتاعتنا، لان الحملات دي ليها غرض معين بس، احباط لعيبه النادي الاهلي، احباط لعيبه النادي الاهلي، ويخرجهم عن تركيزهم الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه دي فتره مهمه جدا 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 في الدوري العام وفي كاس مصر الفتره اللي جايه. لكن اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الحمله المغرضه بتاعه الجماهير اللي مش بتاعه النادي الاهلي ضد لعيبه النادي الاهلي، وخصوصا محمد الشناوي الفتره الاخيره. محمد الشناوي حارس مصر الاول، محمد الشناوي من اهم الحراس في افريقيا، محمد الشناوي هو الاخطبوط، هو اخطبوط حراس المرمى. مش هتكلم يعني، الصورة تتكلم، الشناوي بيتكلم، هو ده محمد الشناوي. وإن أخطأ مرة أو اتنين، الخطأ غير مقصود طبعا، وأي لعيب ممكن يخطئ، وأي لعيب ممكن ما يكونش موفق في يوم من الأيام في مباراة من ضمن المباريات، ولكن تذكروا إن ده محمد الشناوي. تذكروا يا جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي ياما وقفت معانا إن دوركو مهم جدا الفترة دي. أنا عايز أسأل سؤال بس، هو لو جمهور النادي الأهلي ما وقفش مع لعيبته مين اللي هيقف معانا؟ مين اللي هيقف؟ الجماهير التانية؟ القنوات التانية اللي للأسف فيها من البعض ما يسيء لأنفسهم أولا، وبيسيء للنادي الأهلي دايما في تصريحاته ودايما في كلامه بصورة يعني مش عايز اقول تثير الاشمئزاز. يعني للاسف للاسف ناس لو اقدر اقول عليهم كلام معيب هقول، بس مش من اخلاقياتنا ابدا في النادي الاهلي ولا في قناه النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لازم تبقى واعيه كويس قوي. انت اللي لازم تقف معايا في الفتره دي. جماهير النادي الاهلي انا محتاج الدعم، محتاج المسانده، مش هلاقيها من قنوات تانية للأسف بتسيء للنادي الأهلي وتسيء لرموز النادي الأهلي، ويطلع يقول لك إيه بعد كده؟ ده إحنا النادي الأهلي والقنوات، قناة النادي الأهلي والبعض في النادي الأهلي هم اللي بيثيروا الفتنة. هم اللي بيثيروا الفتنة؟ النادي الأهلي والمسؤولين عنه هم اللي بيثيروا الفتنة؟ أنا ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع دوت، ولكن لازم أتكلم، ولما أجي أتكلم بتكلم بأسلوب غير الأسلوب. غير الاسلوب، لان ده اللي تربينا عليه في النادي الاهلي، ده اللي تربينا عليه في النادي الاهلي، وهو ده منهج النادي الاهلي، ان احنا مش هنرد الاساءه باساءه، ولكن احنا عارفين مين اللي بيسيء، احنا عارفين مين اللي هم في الاخلاقيات وفي المبادئ وفي القيم اللي هم تحت، كلنا عارفين. نروح للماتش خلاص، ماشي هروح للماتش كده كويس، كده كفايه، ده اللي انا عايز اقوله. طيب نروح بقى لماتش النهارده. ماتش النهارده قدام فرقه محترمه جدا، فرقه نادي سموحه، طبعا ماتش مهم جدا وماتش صعب على الفرقتين. الفتره دي محتاجه
كل مباراه للنادي الاهلي محتاج الثلاث نقط، لان انت طول ما المنافس بتاعك بيكسب انا بلعب على المكسب، بس طول ما المنافس بتاعك بيكسب وانت بتكسب انت بتحط عليه ضغوط، انت بتحط عليه ضغوط. بعد ما اكسب ان شاء الله الماتشات المتاجله الضغوط هتبقى اكتر، لان باذن الله باذن الله بدون مقاطعه النادي الاهلي هيبقى فارق 5 نقاط باذن الله. ماتشات الفرقتين الاهلي وسموحه دايما دايما اولا فيها نديه، فيها اثاره، فيها لعب كوره، لكن ان شاء الله النادي الاهلي النهارده قادر على انه يحقق المطلوب في لقاء اليوم اللي هو ايه اللي احنا قلنا عليه 3 نقاط. احنا عايزين الفتره اللي فاتت، الفتره اللي مسك فيها كابتن سامي قمصان الفريق بعد رحيل مستر موسيماني، كابتن سامي قمصان لعب 5 مباريات كسب 4 وتعادل 1 مع الزمالك في الدوري، يبقى المحصلة جيدة جدا 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 جدا. إن شاء الله إن شاء الله النهاردة تكملة للي فات بإذن الله، لأن زي ما قلت لحضراتكم المكسب ضروري عشان نواصل التقدم نحو مقدمة جدول الترتيب مرة أخرى إن شاء الله. فكل نقطة، مش كل نقطة بقى، كل 3 نقاط مهمة جدا جدا في مسيرة النادي الأهلي الماتشات اللي جاية. عندنا غيابات، عندنا غيابات، بس في حاجات كويسه كمان وفي ايجابيات حصلت، ان انت رجع لك 5 6 لعيبه من اللي كانوا مصابين، فاحنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في اي واحد بيلبس التيشيرت الاحمر. الفانيلا الحمراء دي فانيلا غاليه قوي 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 قوي. عندنا ثقه في اللعيبه بقياده محمد الشناوي، عندنا ثقه في الكابتن سامي قمصان اللي تحمل المسؤوليه في ظروف صعبه. بصراحه كابتن سامي قمصان من المدربين اللي هم عندهم هدوء وعندهم اتزان نفسي كبير جدا جدا جدا، واضح جدا في تعامله مع المباريات. ناجح حتى الان، هي زي ما بيقول البعض مهمه مؤقته، ولكن هو نجح في المهمه دي. كابتن سامي مدير فني النادي الاهلي الفتره الحاليه نجح في مهمته حتى الان. نتمنى له التوفيق النهارده ان شاء الله هو والفريق، وباذن الله باذن الله ناخد الـ3 نقاط النهارده. نروح نطمن على اخر الاجواء مع مراسلنا كريم احمد من فندق الاقامه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. مباراه صعبه جدا الحقيقه في بطوله الدوري العام، سموحه والاهلي على استاد الاسكندريه في الجوله 23 في تمام 9:30 ان شاء الله باذن الله، زي ما شفنا الاداء المميز جدا لكل لاعبي النادي الاهلي والكابتن سامي قمصان ايضا كمان القائم باعمال المدير الفني واداؤه المميز جدا خلال المباريات الماضيه. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه اليوم على نفس النهج، نفس القوه ونفس الاداء ونفس الرغبه والروح والشخصيه، كل ده ان شاء الله باذن الله نشوفه النهارده في مباراه سموحه. المباراه المهمه جدا، عندهم دوافع وعندهم رغبه وحساباتهم عديده جدا طبعا في جدول بطوله الدوري العام، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في لعيبه النادي الاهلي للتحضير رغم ضيق الوقت الكبير جدا من مباراه كاس لمباراه دوري ليوم وحيد ريكفري ليوم تدريب رئيسي. فيمكن ان شاء الله باذن الله مع الظروف الصعبه اللي فيها فريق النادي الاهلي والتلاحم الكبير جدا ان شاء الله باذن الله نتخطى كل هذه العقبات، ويقدر النادي الاهلي ويقدر الجهاز الفني في مباراه اليوم اداء ونتيجه باذن الله ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. الاجواء طيبه جدا الحقيقه هنا في الاسكندريه في فندق الاقامه مقرر طبعا بعثه النادي الاهلي، الاجواء طيبه جدا طبعا لفريق النادي الاهلي. الاستعدادات انتهت يا كابتن ايمن طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبه للتدريب الامس اللي كان مميز جدا، واضح التركيز الكبير وواضح اللعيبه اللي عارفه المرحله وعارفه اهميه كل المباريات الحقيقه. فان شاء الله باذن الله النهارده اليوم اداء اللعيبه التشكيل التكتيك كل الامور دي ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في قمه تركيزها، يستوعبوا بشكل كبير جدا كل اللي بيقوله كابتن سامي قمصان سواء في المحاضره او ايضا كمان تصحيح الاخطاء اللي بيكون في التدريبات. طبعا عارفين طبعا كل مباراه بيكون ليها ظروفها طبعا وبيكون ليها دوافعها الكبيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم هتساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام، لان احنا عندنا هذه المباراه هتقفل الصفحه مباشره، هتخش في بطوله كاس مصر يوم 2 تقفل المباراه، تخش في بطوله الجونه في الدوري العام، فامر صعب جدا الحقيقه لعيبه النادي الاهلي. بنلتمس العذر للجميع، لكن ان شاء الله باذن الله كل توفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. القائمه يمكن اتكلمنا عليها كابتن ايمن، غيابات كالعاده طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي في ظل الضغط الرهيب، لكن بيعود لنا اكثر من لاعب اكدنا عليهم وقلنا يمكن النهارده بيعود للقائمه من جديد
وليد حمدي فتحي حسين الشحات ايمن اشرف علي لطفي محمد عبد المنعم عدد كبير من اللعيبه قوه كبيره جدا زي ما احنا عارفين في ظل الغيابات وفي ظل النقص العددي اكيد بيكون امر مسعد جدا لكل الجهاز الفني ان انت يرجع لك اكتر من لاعب اللي هيكون بقى متواجد في التشكيل او على دكه البدلاء ده امر طبعا بيترك للجهاز الفني بقياده الكابتن سامي قمصان الامور الحمد لله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي طيبه جدا يمكن خارج النهارده القائمه اربع لاعبين الناس طبعا هتتكلم على عمرو السوليه محمد محمود متولي على بدر بنون عمرو السوليه الامور طيبه جدا مفيش اي حاجه لكن زي ما بقول لك كابتن ايمن في ظل التلاحم الكبير جدا لابد ان انت تعمل روتيشن لكل اللعيبه اي لعيب بيشتكي من حاجه او بيشعر باجهاد عام لابد ان انت تريحه اي حد بيكون متواجد بيادي الشخصيه موجوده والروح الفانيله الحمراء موجوده كل الامور دي احنا عارفينها في لعيبه النادي الاهلي فاي حد بيكون متواجد هيادي اللي عليه وزياده مهما كان اختلاف الاماكن مهما كان اختلاف الامور طبعا اللي بيطلعها كابتن سامي قمصان من عدد من لعيبه النادي الاهلي الباك رايت الباك ليفت كل الامور دي لابد تادي فيها بشكل كبير جدا لان انت ممكن يكون معاك عدد ما تشاركش وتكون على دكه البدلاء لكن ان شاء الله باذن الله كابتن ايمن الظروف والاجواء الطقس مميز جدا التسعه والنصف دي درجه الحراره تصل ل 23 الرطوبه هتقل بشكل كبير فان شاء الله باذن الله يكون جو الكوره بشكل كبير جدا يساعد فريق النادي الاهلي ويا رب ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ثلاث نقاط بجديه بحماس بجمهور ان شاء الله يكون متواجد في المدرجات يساعد لعيبه النادي الاهلي في التحفيز وفي المؤازره وفي المسانده لان سبب كبير جدا في نجاح النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه هو جمهور النادي الاهلي فان شاء الله باذن الله مباراه اليوم تكون من نصيب النادي الاهلي طاقم التحكيم بنتمنى له كل التوفيق في ادارته النهارده لمباراه اليوم يا رب ان شاء الله كابتن ايمن بعد دعواتك ودعوات كل جمهورنا ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي ويساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا نفسه في المؤجلات الكبيره جدا يلم منها نقاط بشكل كبير جدا وايضا كمان مباراه الكاس يكون ليها حسابات بشكل كبير خلال الايام القادمه ان شاء الله كابتن ايمن مستمرين معاكم كالعاده ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه بننقل كل الاجواء والكواليس تحرك فريق النادي الاهلي وصولنا لملعب المباراه التشكيل كل الامور دي تكون من خلال كابتن ايمن ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد يمكن كريم تطرق لنقطه مهمه جدا 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 الفتره دي انا لو انا بتكلم فني مش هنتقد كتير اداء اللعيبه في بعض الاوقات واداء بعض اللعيبه لان احنا داخلين على السنه الثالثه مكملين من غير مش عايز اقول بقى هدنه لا حتى اللعيبه دي لحد دلوقتي ثالث سنه ده لو مواتير هتتعب هتبقى محتاجه صيانه هتبقى محتاجه راحه فانا الفتره دي مش هقدر انتقد جامد ما اقدرش لازم برضه اكون عادل ممكن انتقد البعض منهم اللي هم ما عليهمش ضغوط في المباريات ممكن انتقد منهم انما ممكن انتقد ايه الروح الشخصيه روح الفانيلا الحمراء لو غابت انتقد انما مش هقدر اتكلم على مجهود او اتكلم على اداء في بعض الاوقات او انتقد مدير فني في الظروف الحاليه ديت لا صعب جدا لان دي بقول لحضراتكم ثالث سنه على التوالي دي من محاسن تخطيط اتحادات الكره المصريه دي من ضمن المحاسن وبعد كده يقول لك ايه ده النادي الاهلي هو السبب ثالث سنه على التوالي فالفتره دي تاني للجماهير لا محتاجين دعم كل واحد فيكم كل فرد من جماهير الاهلي العظيمه محتاجين دعمه ومساندته الفتره دي فتره مهمه جدا 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 وحاسمه في حسم البطولات لصالح النادي الاهلي بقول للبعض من الجماهير اللي بتمشي في سكة مش سكتنا انك انت تهاجم لعيبتك دي مش سكتنا مش سكة جماهير النادي الاهلي انا بأشفق بعض اللحظات في المباراة على اللعيبة دي فعلا دول بشر دول مش مكن بدل لو مكن بقول لحضراتكم عايز راحة عايز صيانة انما انتقد براحتك لما الروح تغيب لما شخصية اللعيب النادي الأهلي تبقى مش موجودة انتقد إنما تنتقد مجهود أداء بدني أو أداء فني في بعض الفترات لا مش هلتمس الأعذار وجماهير النادي الأهلي كلها بتفهم وجماهير النادي الأهلي فاهمة إن في ناس قصدة تعمل حملات عشان توقع النادي الأهلي فجماهير النادي الاهلي
الكلام ده ما يخشش عليها. جماهير النادي الاهلي ورا فرقتها باذن الله زي ما عودتنا دايما، دعم ومسانده واللعيب رقم واحد جوه الملعب وبره الملعب. جماهير النادي الاهلي العظيمه ليها دور كبير جدا 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 جدا، زي ما علمتنا كده الفترات اللي فاتت كلها، زي ما تعودنا منها خلال مراحل كتير جدا 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 في تاريخ النادي الاهلي. هي دي جماهير النادي الاهلي، وانا اللي واثق منه ومتاكد منه ان جماهير النادي الاهلي عمرها ما تتخلى عن لعبتها. جماهير النادي الاهلي على الحلوه وعلى المره مع النادي الاهلي. فالفتره دي زي ما بقول لحضراتكم، احنا عارفين الحمله دي جايه منين وغرضها ايه. اما بالنسبه للي بيسيئوا سيبهم يسيئوا، كل اناء بما فيه ينضح، ده كلامي ليهم، كل اناء بما فيه ينضح. ومش هنرد الاساءه باساءه، لان دي مش عاداتنا، دي مش تقاليدنا، دي مش مبادئنا، وده اللي تربينا عليه في النادي الاهلي، ان احنا ما نردش الاساءه باساءه، لان في فرق كبير جدا 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 بيننا وبين اي حد تحتينا. خلصت كلامي؟ معظمه خلص. انما هنخش بقى على الفنيات، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع القطر، وكفايه على الاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول السطر.
صنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا الاهلي زيد القاره واتقال واحد فيها بطولينين طوله شمال كله على السكه وشغال الضربه الابيع بتشال الاهلي معلم اجيال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا الاهلي زيد القاره واتقال واحد فيها بطولينين طوله شمال كله على السكه وشغال الضربه الابيع بتشال الاهلي معلم اجيال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا اعزائي المشاهدين بنرحب بنجمنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء مهيب مشرفنا كابتن اهلا بيك يا ابني الحمد لله كابتن اسامه عرب الحمد لله شرفنا ومنورنا كابتن اسامه اهلا بيك كابتن عبد الرحمن اهلا بيك شرفنا كابتن سلام بيك كابتن احمد بلال هدفنا منورنا كابتن الله يخليك هداف ربنا يخليك الحمد لله كل سنه في الكل تمام الحمد لله كابتن علاء قبل ما نخش فني بقى ونتكلم في الماتش الفتره الاخيره بعض او قله من مش عايز اقول جماهير النادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي تعودنا عليها دايما مفيش حد منها كده خالص جماهير النادي الاهلي دايما ورا فرقتها جماهير النادي الاهلي دايما على الحلوه وعلى المره مع فريقها الفتره الاخيره شفنا بعض التلميحات وبعض الاساءات لبعض من لاعبي النادي
اللي هو بين قوسين محمد الشناوي يعني. هو كان قبليه 3 4 لايش بس طيب مبدئيا بص يا ايمن، هو في حاجه على جماهير الاهلي دايما احنا بنتكلم عليها ان هو دايما جمهور الاهلي عمره ما هاجم لعيب ولا اساء ليه بحاجه خالص مهما كانت الامور. الكلام ده احنا دايما بنقوله في الاستوديو في كل الاوقات عشان دي حاجات يعني تكاد تكون ثوابت. مظبوط. ومره كنت بتكلم معاك بقول لك من مميزات النادي الاهلي جماهيره. صح. جماهيره غير كل جماهير الفرقه الثانيه مع احترام الكامل ليهم طبعا. مزبوط. لكن جمهور الاهلي حاجه غير، حاجه لوحده، حاجه غير. صح. عمره ما هاجمك، عمره ما اساء ليك، عمره ما اتكلم كلام جارح لعيبته، بالعكس على طول وراهم بيفرح لفرحهم لما يكون في مشكله، تحس ان اول ناس وراك هي جماهيرك. عشان كده هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي الحمد لله محظوظ كمان بجماهيره الوفيه المخلصه. كويس، دي المقدمه. لكن نقطه، في ناس هتهاجمك. أيوة. ناس هتهاجم لعيبتك، ناس هتسيء لعيبتك، ناس هتتكلم على بعض نجومك. وممكن تقول ما جماهير النادي الاهلي، بس هم مش جماهير النادي الاهلي. بالزبط. هم ناس عايزه تعمل فتنه بين ممكن جماهير النادي الاهلي واللعيب. ممكن اللعيب يتضايق يقول لك ده الجماهير بتهاجمني. لكن اللي انا عايز اوصله للجماهير للعيبه النادي الاهلي، وممكن اكيد وصل لهم الموضوع ده، ان جماهيركم عمرها بتسيء ليكوا ابدا، وارجعوا بالذاكره في كل الاوقات. بص، في اسوء الاوقات هات لي مره. صح. جمهور النادي الاهلي اساء للعيب، استحاله يا ايمن، استحاله. بالعكس، جماهيرك دايما بترفعك لفوق. فعشان كده بقول لك هو دايما لعيبه النادي الاهلي هي اللي دايما في مرمى النقد. ليه؟ هياخد مين؟ ممكن تقول لي كده يعني هو هيسيء لمين؟ مين اللي عايز يعمله مشاكل؟ لعيبه النادي الاهلي. ليه لعيبه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيكسب كل المباريات، بيكسب كل البطولات. هو عايز يعمل يعني زعزعه من جوه الفريق نفسه. ده بيتكلم على ده، وده بيشتم على ده، وده بيسيء لده. هي بص يا ايمن، الوقت المشاكل لما عايز تعمل مشكله في مكان، خليه من جوه المكان نفسه مش من بره. يعني تصدر المشاكل من جوه، يعني ما تعوزش تعمل مشكله في الاستوديو هنا لا قدر الله بعيد، يعني تعمل مشكله هنا في اعضاء الاستوديو هنا مش من بره. عشان كده بقول لك، لكن لعيبه النادي الاهلي اعتقد لا. لكن هات لي كده حد غير النادي، لعيبه النادي الاهلي بيسوء عليهم. هات لي حد كده، مش هتلاقي. ليه هيسيء عليهم؟ ليه هيفرق معاهم ايه؟ لكن هو دايما للي هو دايما في المقدمه، دايما هو متزعم كل حاجه، هو عايز يعمل مشكله جوه فرقتك نفسها. لكن اللي انا متاكد منه، لعيبه النادي الاهلي على قدر من الذكاء وعندهم خبرات كبيره جدا جدا جدا، ودايما كلهم ايد واحده، ودايما كلهم متكاتفين مع بعض، ان مفيش جماهير النادي الاهلي بتسيء للعيب مهما كان. وارجع بص على مره، على مدار السنين اللي فاتت، هات لي جمهور النادي الاهلي اساء للعيب، حتى لو اللعيب عمل مشكله. لا، ما بيسيئش، بيفضل بالعكس ساكت وبيقدر اللعيب كويس قوي وكل حاجه. لكن الفتره دي هي فتره عايز يعمل زعزعه لفريق النادي الاهلي، بس عايزها تبقى ايه؟ من جوه نفسه. ده بص، جماهير النادي الاهلي بتشتم في لعيبتها، دي لوحدها تعمل مشكله كبيره قوي لفرق ثانيه. لكن عند النادي الاهلي ما اعتقدش ممكن تعمل مشكله. النادي الاهلي اعتقد ان اللعيبه، بقول لك يعني اذكياء جدا، عندهم اداره كويسه قوي تقدر تقفل على اللعيبه، اداره تحتوي كل المشاكل اللي جايه من الخارج دي. ما هو الموضوع مش موضوع ملعب وكوره وبس، لا، المشكله الاداريه. يعني سيد عبد الحفيظ بيحتوي كل المشاكل اللي بتصدر لك من بره دي مع اللعيبه. لكن عشان تحتوي لعيبه النادي الاهلي حاجه مش سهله ايمن، حاجه صعبه جدا جدا جدا. تتعامل مع 30 25 نجم يعني بقيمه لعيبه النادي الاهلي. بس انت كلاعيبه كابتن علاء، اتفضل، ممكن تتاثر بنقد انت شايفه نقد هدام، كويس، مش نقد بناء، او واحد ينتقدك علشان يعني انت مثلا ما وفقتش في لعبه، كويس، فبيقول لك شد حيلك المره الجايه. لا، انما احيانا بيبقى في نقد هدام، واحنا عارفين ان جمهور النادي الاهلي مش هو الاساس في النقد الهدام دوت. بس انت كلاعب يعني بتتاثر شويه. انا كلاعب لا، ما تاثرش خالص. بص ايمن، اصل النقد ده جزء من حياتك، جزء من كره القدم هو النقد. زي ما مش اي نقد، ما انا هقول لك اهو، زي ما انت بتتقبل ان الناس تتكلم عنك كويس وكنت كويس والكلام الحلو، تقبل النقد حتى لو النقد عايز يهدمك. بس انت وصلت لمرحله من الذكاء ان تعرف هو عادل بينقدني عشان بيحبني وعايز مصلحتي، ولا عادل بينقدني عشان يدوس عليا ويعمل مشكله. هو ده بقى الذكاء بتاع اللعيب نفسه. عشان كده بقول لك بيبان من الكلام نفسه، من صيغه الكلام، من التوجيه نفسه، من تعبيرات الوش. يعني ممكن اكون بكلمك ووشي بقول لك كلام، بس انا وتعبيرات وشي مش موضحه كده، بالعكس هي موضحه ان انا مش طايقك، انا عايزك تبقى اسوء واحد في الدنيا. عشان كده بقول لك لعيبه النادي الاهلي بتتعامل الموضوع ده بهدوء،
وعلى بص ايمن هي مش كل الناس هتكرهك ومش كل الناس هتحبك صحيح. وفي ناس كتير قوي مش كره يعني مش عايز كلمه كره هو عايزه تعمل مشاكل لعيبه النادي الاهلي مش عايزه النادي الاهلي ولاعيبته يبقى دايما هم اللي في المقدمه بالبلدي كده مزبوط. عشان كده بقول لك هتلاقي حروب كتير قوي من النوعيات دي حروب نفسيه وكلام واشاعات وكلام لكن زي ما بقول لك دايما النادي الاهلي ميزته ان هو بيعرف يقفل لعيبته كويس قوي وحافظ عليهم كويس قوي وهم زي ما بقول لك هم لعيبه اذكياء الحمد لله صحيح كابتن اسامه يمكن الكابتن علاء طرق نقطه مهمه دور جماهير النادي الاهلي دايما معانا ودور جماهير النادي الاهلي في المواقف الصعبه وفي المواقف الحرجه والفتره اللي جايه فتره صعبه جدا 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 على النادي الاهلي طبيعي جمهور الاهلي معروف عنه انه بيبقى واقف مع الفرقه اكتر وهي في ظروفها صعبه من ما تكون الوضع طبيعي مظبوط وشفنا اثناء مواسم معينه كنا بنخسر فيها او في اثناء المباريات لما يكون ان مثلا الاهلي متاخر بهدف الاهلي مثلا متعادل وناقص دقيقتين ثلاثه ولا بنلعب في اخر دقيقه في الوقت الضايع الناس بتقف ومتحمسه ومتوقعه النادي الاهلي يكسب ف لكن ممكن بعض الناس في بعض الاوقات هيهاجموا وزي ما علاء قال زي ما الناس او الجمهور بيقف معاك وبيشجعك احيانا بعضهم انا مش بقول كل الناس بيقصوا عليك لان هو مش عايز الاهلي يخسر او شايف ان مستواك قل فتره طويله او لاي ظرف يعني بيهاجمك فيه لكن لعيب النادي الاهلي انا بقول لعيب النادي الاهلي وبحط يعني عليه هو بالذات اللاعب مسؤوليه كبيره في ايه انا شايف ان اقوى حد في منظومه كره القدم هو اللاعب لا ادارات ولا مدربين ولا اجهزه ولا بقيه المنظومه مسؤولين. ولا جمهور ما بيلعبش ايوه اللعيب هو اللي عنده امكانيه انه يقفل على نفسه يطور من ادائه يحاول يصلح من نفسه لو في اخطاء الموضوع يعني في انت كلاعب بتحس بنفسك طبعا ياما بص يعني اكيد كلنا مرينا بمراحل ممكن الجمهور ينتقدك شويه ممكن حد متضايق منك شويه كلنا مرينا بالمراحل دي وشفناها اللعيب وبالذات انه اللي بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي او الانديه المتعوده على البطولات لازم يبقى قوي الشخصيه ولازم يبقى شخصيته حتى في يعني في اختيارات اللعيبه احيانا بيجي لعيب كويس وما بيمشيش مع منظومه النادي الاهلي لانه ما يتحملش الضغوط ما يتحملش ان استوديوهات تحليل الناس تتكلم عليه ما يستحملش حد يواجهه في الشارع ان يضغط يعني اي ضغوط باي شكل فمن مميزات او اللي المفروض تكون في لاعب النادي الاهلي انه يكون شخصيته قوية وقوي الشخصية احنا في لعيبة لعبت في النادي الاهلي كانت اقل فنيا من لعيبة اخرى ونجحت وعملت تاريخ كبير في النادي الاهلي وفي لعيبة كانوا امكانياتهم الفنية والمهارية عالية ولم ينجحوا تماما بسبب الجزئية دي فانت كلعيب زي ما بتتوقع الحلو وده في الغالب احيانا ممكن حد يعني احيانا لكن انا مش بقول سمة في جمهور النادي الاهلي بالعكس جمهور النادي الاهلي واقف تملي مع ادارته مع لاعبته مع في اصعب الظروف يعني ان احنا شفنا الكلام ده وعشناه واحنا لعيبه وعشناه واحنا مدربين في فترات كنا بنبقى يعني النادي الاهلي مش ماشي فيها كويس ومع ذلك تلاقي الجمهور حتى لو بينه وبين نفسه او في مثلا الاماكن اللي بيتجمعوا فيها سواء في قهاوي في كافيهات في مجتمعات في مدرسه في مستشفى في اي حته بيتكلموا فيها على الكوره ممكن ينتقدوا جامد وبتاع بس ساعه لما بيروحوا الاستاد او بيروحوا في موقف الاهلي محتاجهم بتلاقي بيقفوا جامد جدا بس ف يعني اتمنى من لاعبتنا وانا تحديدا انا عايز بس سريعا اتكلم على الشناوي اذا حد انتقد الشناوي في حاجه انا بقول وقلتها قبل كده في استوديوهات اثبت لعيب في المستوى في اخر 4-5 سنين في مصر كلها سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي محمد الشناوي لكن اي حد ممكن يجي له اوقات انه يخطا او ما يكون بس صحيح طيب كابتن عادل احيانا بيبقى لما تتكلم على
لعيبه وبتنتقدها. احيانا بتاخد راحتك قوي في التحليل الفني، تمام. تنتقد في الاداء الفني، تنتقد في المجهود البدني، ولكن على المستوى اللي احنا فيه دلوقتي او الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، احنا بنتكلم على ثالث سنه بيلعبها اللعيبه دي مستمره من غير فترات راحه خالص. كابتن ايمن، خليني انا هقول بقى رساله لجمهور النادي الاهلي ماشي على الفتره القادمه دي. اتفضل. ولازم الناس تفهمها كويس قوي. انت بتتكلم عندك 90 يوم هتلعب فيهم 16 مباراه بمعدل 3.7 يعني 90 ساعه الراحه بتاعه اللعيبه بتاعه النادي الاهلي. 16 مباراه هتبدا من يوم 29/6، هتنتهي الدوري 28 بالكاسات اللي موجوده 29/8. ايوه، هتخوض 16 مباراه. النادي الاهلي لعب 10 مباريات اكتر من انديه الدوري ده في اخر 8، يبقى انت بتتكلم على 60. فتره مش 90 أنا 90 ساعه بكلمك. 90 ساعه الفرق ما بين المباراه والمباراه للنادي الاهلي يومين. 90 ساعه. أي. الفرق المباراه ما بين الاهلي الفرق الاخرى في الدوري هتبقى معديه حوالي 140 ساعه. أي. انا بقول لك الفرق، عشان كده انا بدي رساله لجمهور النادي الاهلي في اداء اللعيبه الايام الجايه والمسانده للعيبه النادي الاهلي. انا بقول لكم الظروف المحيطه ممكن تكون انت كمتفرج بتتفرج على لعيبه النادي الاهلي ده كل يومين ثلاثه، لكن انت حاسس ان انت بتتفرج عليهم من اسبوع. لكن انا بكلمك الناحيه البدنيه. انت لا، وكمان حاجه مهمه يعرفوها المتخصصين، ازاي انك انت لعيب الكوره بينزل النهارده يلعب مباراه ويدي الفول باور اللي عنده، وبعدين يريح عشان يلعب المباراه ثانيه. انا بكلمك في 90 ساعه. أي. الانديه الاخرى اللي هتلعب اللي زيك في المقابل بتلعبك بتبقى 140 ساعه. أي. انا حاسبها بالشعره يعني. أي. ليه؟ علشان اشوف ظروف النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب 10 مباريات اكتر من الانديه كلها، منهم كاس عالم للانديه مستوى عالي قوي، ومنهم كاس افريقيا وبتلعب في فاينالات. يعني انت بتتكلم على زياده كمان في عدد المباريات اللي اللعيبه لعبتها. الحاجه الثالثه، انت في ثالث مرحله في الدوري. الدوري انا بخاطب جمهور النادي الاهلي. أي. الدوري ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله انت بتعمل اعدادك، انت ما بتعملش اعداد، انت بقالك ثلاث سنين بتلمس السنه بالسنه بالسنه، ما بتاخدش اكتر حاجه بتاخدها اسبوع ولا اسبوعين. فانت بتتكلم كمان، خش على الناحيه الثانيه، الشق بقى النفسي. انت بتتكلم في تغيير جهاز فني في الوقت الحالي، عندك جهاز فني هيتغير، فانت لازم جمهور النادي الاهلي يعرف صعوبه المواقف اللي فيها النادي الاهلي. الازيد اللي انا عايز اقوله لك، انت بتبقى في اخر مرحله في الدوري، المفترض انك انت مرحله التفنيش اللي هو لعيبه اخر السنه بتقعد ولعيبه بتمشي، مش النادي الاهلي، انا بكلمك عامه في كره القدم، فبيبقى ضغط نفسي وعصبي على اللاعبين. انت داخل على جهاز فني جديد عاوز يثبت ذاته، عاوز يثبت نفسه، برضه عندك مشكله كبيره. فانا بتكلم لجمهور النادي الاهلي، اصبروا على اللاعبين، عندنا مرحله صعبه، احنا اهدافنا في المرحله دي. انا مش عاوز اقول ادائي علشان ما مهدش ان انا ادائي ما يبقاش كويس، لا، انا عاوز اقول لكم ان الموضوع في صعوبه قوي. والحاجه الثانيه المهمه، خلينا نبقى نتكلم بمنتهى الصراحه، احنا اخر فتره موسيماني كان في جاب كبير قوي ما بين اللعيبه الاوفر تريننج واللعيبه الانفيت اللي تحت، اللي هم ما بيلعبوش كتير، في فرق صحيح. كبير ما بين الاثنين. فانت عقبال لما تعمل الاتزان والتوازن ده هيبقى عندك فتره، فالناس تصبر على لعيبه النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي، وفي الاخر ان شاء الله نكسب الدوري ونكسب الكاسين اللي موجودين. الفتره اللي جايه كابتن بلال فتره مهمه جدا زي ما قالوا الكباتن، محتاجه الدعم، مش عايز اقول من الجماهير لا، ولكن محتاجه دعم ومسانده احنا دايما متعودين عليها من جماهير النادي الاهلي. شوف يا كابتن، هو في فرق بين ان انا بنتقص من قدرك وبين ان انا بنتقدك في مباراه، فرق كبير جدا. تمام، لازم برضو يعني عشان يعني نحط الـ الكلام في يعني في النسق بتاعه الطبيعي. يعني
انا لما العب مباراه وحشه فطبيعي ان انا انتقدك، ده وضع طبيعي على فكره. ده مش معناه ان انا بنتقص من قدرك ولا من امكانياتك، خد بالك. يعني الشناوي اخطا، احنا بنقول الشناوي يعني الشناوي اخطا، نقول له ما اخطاش؟ اكيد اكيد كل الناس شايفه الخطا، فكل الناس هتقول انه اخطا. لكن هل حد يختلف؟ هل حد في جمهور النادي الاهلي طلع وقال مثلا ان الشناوي ده مش احسن حارس في مصر، ولا ان امكانياته وقدراته قليله تمام، او ان الشناوي مثلا شخصيته ضعيفه؟ لا طبعا. لكن احنا او الناس بتنتقد بشكل عام بعض الاخطاء المتكرره، خد بالك. ما هو ان برضو احنا النقد بتاع الكره اللي فاتت بتاعت الشناوي ما كانتش اول مره دي، يعني مره في الثانيه في الثالثه، فبالتالي انت ايه خلاص بتيجي تقول لا الشناوي لازم تركز عشان في 1 2 3 4، يا حسين الشحات في لازم تركز عشان في 1 2 3 4، في اخطاء متكرره في الحته دي تمام. احنا دايما احنا كمان كمشجعين للنادي الاهلي، مش من بره، احنا من جوه النادي الاهلي زينا زي الناس اللي بره، احنا بنشجعك وبندعمك وبنسند لعيب وبنسندهم في كل الاوقات وفي كل، حتى لو كانوا مغلوبين. فمن حق لعيبه، من حق النادي علينا ان احنا نساند لعيبته، خد بالك. وده الاهم، جمهور الاهلي عنده الاهلي هو النادي الاهلي، هو في النطاق الاول هو الاهم تمام. زي ما حصل اوقات كتيره جدا لعيب يعني بيخترق الصفوف او لعيب بيطلع بره المنهج، فبالتالي انت بتنتقده مش عشان انت بتحبوش، لا عايز مصلحة، عشان خرج بره نطاق وفكر النادي الاهلي. فالنهارده لازم يا كابتن نفرق ما بين ان انا بنتقد لعيب في مباراه وده وضع، طب احنا هنا بننتقد لعيبه لما بيلعبوا وحش في بعض الاوقات، لكن ده مش معناه ان احنا بنجيبهم لتحت او بنجرجرهم لتحت، لا احنا عايزين نقول لهم يا جماعه انتوا النهارده عملتوا 1 2 3 غلط، فبالتالي خد بالك عشان الماتش الجاي ما يتكررش الكلام ده. صحيح تمام. انت صحيح. عايز تطلع فوق؟ لا 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 يعني قدامي 30 ثانيه، قدامي 30 ثانيه، قدامي 30 ثانيه، عايز اطلع فاصل ولا خمس دقايق بعد كده 30 ثانيه خلاص. طب هقول لك حاجه، نطلع فاصل وبعدين نرجع لك. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن احمد بلال، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال اسف المقاطعه، اتفضل. اللي عايز اقوله يا كابتن ان يعني جمهور النادي الاهلي تمام، ده جمهور عارف ان هو بيشجع فرق بتلعب على بطولات، يعني بتلعب يعني النفس الطويل. يعني دايما انت ممكن تخفق في البدايه زي بالظبط الموسم اللي قبل الماضي تقريبا. أي. انت الموسم اللي قبل او الموسم اللي فات على طول في البطوله، الموسم اللي فات في البطوله انت ابتديت وحش، الناس شكت ان انت ممكن تكمل تصعد، وصلت لعبت الفاينل تمام. فالنهارده ما ينفعش الفرق الصغيره هي اللي ممكن يعني تنتقد بسرعه، لان الماتش بالنسبه لها بيفرق، ماتش عندك تحت وماتش يخرجك بره وماتش ينزلك للدرجه الثانيه وماتش يخليك في نص الجدول، الموضوع مختلف. خد بالك على حسب قيمه الفرقه وحسب مكانتها وحسب بتلعب ازاي. النادي الاهلي دايما بيلعب على بطولات، ده معناه انك انت دايما لازم تكون يعني في ظهر النادي على طول في كل الاوقات، لكن وضع طبيعي جدا ان هيجي وقت نقول ايه لا النهارده يا جماعه الشحات لعب ما كانش كويس، او النهارده علي معلول ما عملش احسن حاجه، او النهارده حسين الشحات ما كانش افضل لاعب في المباراه، او النهارده الشناوي اخطا. ده وضع طبيعي، خد بالك يا كابتن في كره القدم. ما ينفعش ان احنا نقول الكلام ده مش موجود، لا موجود. لكن الاهم من كده ان في بعض الجماهير الثانيه تمام، او بتاعه الفرق الثانيه، هي اللي بتحاول ان هي توصل لك فكره ان انت لعيبتك وحشه، ان انت لعيبتك اقل، ان انت بايه؟ اصل احنا بنلعب بناشئين وانت بتلعب بالفريق الاول، اصل احنا غير مكتمل العدد وانت بتلعب فول تيم، اصل احنا الفريق بتاعنا جاي من اختبارات وانت فرقتك بقى لها 10 سنين متكافئه، اصل احنا تعادلنا معاك فاحنا كسبنا ثلاث نقط. فاهم قصدي؟ دي الفكره اللي بتروج اندايركت، فاهم؟ ان عايز النهارده يديك يقول لك ايه؟ انت فرقتك بقت وحشه، بص انا فرقتي عامله ازاي؟ بلعب مش عارف مين ومين ومين ومين، يقعد يعدد لك خمس ست اسماء صغيرين ويقول لك بص انا لعبتك وقدرت ان انا اتعادل وكنت كسبان وتعادلت انت معايا، فبالتالي انا افضل منك فانا المستقبل جاي. لا، المستقبل يعني احنا بنلعب كره القدم، لا تعترف بالمستقبل في الوقت الحالي، يعني تعترف في الوقت الحالي فقط لا غير. المستقبل ده انت عندك لسه في سنه جديده، في مدرب ممكن يجي جديد، في لعيبه ممكن تيجي جديده، في لعيبه ممكن تمشي، لعيبه ممكن مستواها يتغير بعد فتره اعداد، لعيبه مصابه ورجعت، لعيبه ما خدتش الوقت الكافي ان هي يتعمل لها استشفاء تاني. فالمستقبل ده انت ما تقدرش تقيمه، لكن انت تقيم في الحاضر. الحاضر
النادي الاهلي هو الافضل. الحاضر انت لو كسبت الماتشات المؤجله بتاعتك تبقى فرق خمس نقاط. الحاضر الدوري في ايدك انت مش في ايد حد تاني، هو ده الحاضر. فنغمه ان الانديه الثانيه او جمهور الانديه الثانيه يشتغل على فكره انه عنده لعيبه افضل منك فبالتالي انت تبقى شايف ان لعيبتك الاوحش، لا الكلام ده مش مظبوط. تمام؟ تمام. وفي فرق، هرجع اقول ثاني، فرق كبير جدا بان انا بنتقد ادائك في المباراه النهارده وبين ان انا بنتقد قيمتك وقدراتك الفنيه. صحيح. طيب طبعا الكباتن اتكلموا عن دور الجماهير الفتره اللي جايه وان جماهير النادي الاهلي دايما ورا فرقتها، وان كان البعض احيانا بيبقى غير راضي عن الاداء في بعض الاوقات، ولكن هو ورا فرقته زي ما تعودنا من جماهير النادي الاهلي دايما، ان هي داعم رقم واحد والسند الحقيقي للعيبه النادي الاهلي والاجهزه الفنيه النادي الاهلي ومجلس اداره او مجالس اداره النادي الاهلي. طيب نروح نشوف تشكيل النادي الاهلي النهارده لمباراه سموحه. هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، ظهير ايمن علي معلول، ظهير ايسر، وثنائي قلب الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ثنائي خط الوسط المدافع اليو ديانج واحمد نبيل كوكا، ورباعي المقدمه صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، ومحمد شريف. مره ثانيه، محمد الشناوي حراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديانج احمد نبيل كوكا، ورباعي المقدمه صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، محمد شريف. النادي الاهلي بيلعب بطريقته المعتاده 4-2-3-1. مدراء النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسة المرمى، حمدي فتحي، حسام حسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، زياد طارق. تشكيل نادي سموحة النهاردة: الهاني سليمان لحراسة المرمى، أحمد بيكهام ظهير أيمن، وشريف رضا ظهير أيسر، قلبي الدفاع خالد عبد الفتاح وأحمد حكم، قدامهم ثلاثي خط وسط دفاعي حمدي علاء، مصطفى الخواجة، ومحمد كناريا. قدامهم ثلاثي خط الهجوم أو الثلاثي الأمامي عبد الكبير الوادي، حسين فيصل، ومروان حمدي. بدلاء نادي سموحة النهاردة، تشكيل نادي سموحة بيلعب 4-3-2-1. بدلاء النهاردة: عمر صلاح لحراسة المرمى، اليو سيلا، محمد نادي، بهاء مجدي، احمد حمص، احمد جمال، فهد جمعه، احمد عيد، ابو بكر محمد. طيب كابتن علاء، يمكن تشكيل النادي الاهلي النهارده في اضافه: علي معلول بيلعب من البدايه بعد العوده الحمد لله على السلامه، وصلاح محسن بيلعب من بدايه المباراه، والبدايه النهارده 4-2-3-1. طيب هي 4-2-3-1 صريحه، دي ما فيهاش صريحه بالظبط اي افته. احنا سامي هو يعني سامي بيميل للطريقه دي، وزي ما بقول لك كنا اعتراض كتير قوي قبل كده ايمن، فمش عايزين نتكلم فيها تاني. ان لعبتك بتحبها وبتجدها بمعنى اصح يعني. رجوع علي معلول طبعا اضافه ليك النهارده. ياسر ورامي تحيه ليهم مباراه سابقه، واتمنى يا رب ان شاء الله الاستمرار. استاذنا كابتن علاء، معلش نروح لزميلنا كريم احمد ملعب المباراه، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا كريم. برحب بيك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكباتننا الكبار طبعا نجوم الصوت التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله التوفيق النهارده يكون معانا في مباراه صعبه جدا زي ما اكدنا وقلنا. فريق سموحه عنده دوافع كبيره جدا وله حسابات عديده جدا بعيدا عن الترتيب، لكن ان شاء الله باذن الله مع الاصرار الكبير المعهود على لعيبه النادي الاهلي. كل الاجواء مميزه الحقيقه كابتن ايمن، يعني ارضيه ملعب استاد اسكندريه حاجه ممتازه جدا، الجو رائع الحقيقه في هذا التوقيت. فيا رب ان شاء الله الظروف اللي معانا دي وكل الاجواء المحيطه بفريق النادي الاهلي تنعكس علينا بشكل كبير جدا في 90 دقيقه ان شاء الله.
الله باذن الله بالجديه يقدر النادي الاهلي يحسمها ويقدر ان هو يحصل على ثلاث نقاط مهمين جدا. يمكن انتوا ذكرتوا ان التشكيلين بيخرج من القائمه طبعا الوحيد مصطفى شوبير مع وجود الحقيقه علي لطفي وايضا كمان الشناوي هو اللاعب الوحيد الحقيقه اللي خرج من القائمه. حمدي فتحي على دكه البدلاء. في تاني كبير جدا يا كابتن ايمن. كابتننا طبعا في الاستوديو عارفين ضغط كبير جدا في المباريات وتلاحم كبير. احنا عندنا يوم اثنين مباراه, فيمكن الكابتن سامي قمصان بيحاول ان هو يريح السوليه يريح حمدي على دكه البدلاء يستعين بيه كورقه رابحه وعدد كبير من اللعيبه. لكن ان شاء الله باذن الله المجهود اللعيبه وال11 المتواجدين اللي اختارهم الكابتن سامي قمصان ان شاء الله باذن الله يادوا المردود الكبير المعهود والمشهود عليهم واللي منتظره كل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي متواجد في المدرجات منتظرين بقى ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تنزل تادي عمليات الاحماء, ويا رب ان شاء الله كل التوفيق يكون معانا ونحصل على ثلاث نقاط وهيبقوا مهمين جدا الحقيقه كابتن ايمن مع النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام ومنها ان شاء الله لبطوله كاس مصر المنتظره مع مباراه بتروجيت القادمه باذن الله كريم. نتمنى المكسب النهارده ان شاء الله النادي الاهلي وان شاء الله يعني ثلاث نقاط والجميع يطلع بحاله جيده باذن الله وما يكونش فيه اصابات. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد. ماشي يا كابتن علاء. خلاص ايمن, فبقول لك روح علي معلول اكيد يعني قوه ليك قويه جدا. ياسر ابراهيم ورابيع بقول لك المباراه السابقه ممتازه, عمل ماتش كويس, بتمنى ان شاء الله رب يكملوا. محمد هاني رجوع تاني بعد الراحه المباراه السابقه. اثنين في نص الملعب مدافعين اليو دانج واحمد نبيل. الطريقه العاديه, لكن النهارده بقى صلاح محسن البدايه, ودي بتمنى ان هو يستغل البدايه دي. يعني هو الفتره صلاح محسن أي. الفتره اللي فاتت كان بياخد وقت في وقت في وقت, لكن النهارده لما تبدا المباراه زي كل الكلام كلنا متفق عليه ايمن, تبدا تبقى تقول انا حق ان انا ابدا, انا عايز ابقى موجود مش عايز ابقى ابدا النهارده وتدي انطباع للمدير الفني او للعيبه كلها او الناس كلها ان انا لا انا راجل. انا اصعب بالنسبه لك كلاعب انك تبدا ولا تنزل فترات معينه من المباراه؟ اي لعيب اي لعيب لعيب النادي الاهلي مفيش لعيب عايز يبدا فترات معينه. كل لعيبه النادي الاهلي او اللعيب اللي عايز اللعيب الطموح بمعنى اصح لازم عايز طبعاً عايز يبدا من لازم يبقى عنده دايما الطموح وعنده الرغبه ان هو لا انا عايز ابدا. ما هو هي دي اسمها ان احنا بنقول عليها المنافسه, منافسه حلوه جدا. انا عايز ابدا, انا عايز ابدا على اسامه وابدا على انا عايز ابدا. عشان كده دايما بيقول دايما المدير الفني الذكي يعمل منافسه في كل المراكز. مفيش مركز بيبقى مطمن على مكانه ايمن. لو اللعيب كره خصوصا عندنا في مصر يعني او لعيب كره في مصر عامه لو اطمن ان هو على طول موجود خلاص هيبقى تحس ان هو موظف روتيني ما عندوش اي طموح. غلط, ده اللي انا عايز اوصله. هو ده انا بقول لك عليه. لازم دايما حاجه اسمها تجديد الطموح عند اللاعب. المدير الفني لازم كل ما يبقى كويس تبقى احسن تبقى احسن تبقى احسن, وده اللي بيخليك تعيش الحاله دي ان وراك لعيب نجم عايز ياخد مكانك. مش عيب على فكره بس عايز ياخد فرصه. عشان كده النهارده بقول لك انا خصصت صلاح محسن ليه؟ صلاح محسن الفترات اللي فاتت ايمن المباريات السابقه كلها بياخد وقت فترات قليله بيبقى كويس بيبقى وحش بينزل يجيب جول. حلو قوي النهارده انك تبدا هايل, خصوصا موجود كمان مدير فني جديد فهيبدا يتفرج النهارده. لازم الانطباع عندك النهارده يفرق. يعني النهارده لو انا من صلاح محسن تبقى مباراه خاصه جدا جدا ليا. ليه؟ انا بادئ مدير فني جديد, حلو قوي لو اول انطباع النهارده اخده عني لعيب كويس سريع مهاري عنده مهارات كويسه جدا ايجابي جدا. عنده صلاح عنده مزايا كتير جدا صحيح. فالنهارده يعني الوحيد النهارده اللي لازم يقول انا موجود صلاح محسن, لان المدير الفني اكيد او طبيعي او اما يتفرج على مباريات النادي الاهلي شاف غالبيته في الملعب, لكن صلاح محسن الفترات دي لا انا عايز اثبت النهارده. فالنهارده بتمنى تبقى بدايه كويسه لصلاح محسن يؤدي اللي عليه, بس ما يفكرش في حاجه اعظم من كده. ما يفكرش لا انا عايز اجيب جول وعايز اعمل لا 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 خالص. فكر اللي اعمل اللي مطلوب منك, اللي مطلوب منك سامي قمصان. صحيح. محمد مجدي مكان المعتاد كالعاده زي ما احنا بنقول مفضل مكانه هنا. طاهر محمد طاهر ناحيه اليمين ومحمد شريف كراس حربه وحيد. دايما استغل الاطراف, والنهارده عندك يعني من المرات القليله قوي اللي عندك الاطراف النهارده كامله ممكن تشتغل كويس. طبعا صح, النهارده الاطراف متكامله النهارده. معلول صلاح محسن محمد هاني طاهر محمد طاهر اعتقد عندك اطراف كويسه جاهزه جدا. اليو ديانج احمد نبيل اثنين في نص الملعب ورا اللعيبه. ومحمد شريف بتمنى النهارده ان هو تحركات كتير جدا ويحاول يروح للجول كتير ويحاول يفكر يحرز هدف. ده بقى يفكر يحرز هدف لان ده مهم جدا لمحمد شريف. تشكيل متوازن جدا وطريقه لعب اللعيبه كلها بتحبها. بتمنى ان شاء الله النهارده التوفيق في الاداء, كل واحد بس يؤدي اللي هو مطلوب منه والنتيجه دي بتاعت ربنا اكيد يعني باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي وعوده علي معلول النهارده
باذن الله يبقى فيها تنشيط للجانب الهجومي من ناحيه الشمال للنادي الاهلي النهارده. هو سامي رجع للاسلوب اللي الاهلي معظم الماتشات في السنتين الاخيره كان بيلعب بيه. يعني في ماتشات طبعا لعب 3 4 3 وفي ماتشات لعب 4 3 3 واخيرا كانت مباراه بيراميدز في الكاس كان بيلعب 4 5 1 تقريبا. مباراه بيراميدز كان بيلعب بالثلاثي اللي هو السولية وديانج وكوكا في نص الملعب وكان يمينهم قفشه وشمالهم طاير وقدام بس شريف. وكنا بنلعب دفاع متاخر غير فترات قليله يمكن ولكن اجت تنفيذها في النواحي الدفاعيه. ما انا بكلم الشكل الدفاعي كان شكله كويس. الشكل الهجومي ما كانش كويس قوي ولكن قدرنا نستغل فرص القليله اللي جت قدرنا نستغل جونين وكسبنا بيهم اللقاء. النهارده يمكن هو عشان ماتش بيراميدز عارف قوه بيراميدز في نص الملعب فيمكن حب يكثف بثلاثه دفاعيين سموحه لا هو قصده الماتش اللي فات لما لعب بثلاثه في نص الملعب ديانج وسلاي وكوكا يعني وكان قفشه رغم انه كان بيلعب على الطرف اليمين لا في الدفاع لكن كان بيخش الداخل ويبقى صانع العاب في الناحيه لما بنستلم عشان نستلم الكره ونتحرك وكده. النهارده هو فضل انه نمره واحد علي معلول يرجع. علي معلول هو الاساسي في المنطقه ديت. علي معلول عمل مواسم كويسه قوي مع النادي الاهلي وكان مفتاح هجوم في ماتشات كتيره جدا. يمكن الفتره اللي فاتت او كام شهر اللي فاتوا من ضغط المباريات الجهد قل شويه، الحركه والانطلاق قلت شويه، ولكنه ما زال عنده قدرات في النواحي الهجوميه بتعمل لك فارق سواء في الكرات العرضيه اللي هو لانه علي معلول هو مش سريع قوي علي معلول ولكنه من افضل اللعيبه اللي بتتحرك في توقيت مناسب. صح. ودي ميزه في لعيبه كوره كتير جدا ما كانوش عندهم سرعه غير عاديه ولكنه بيعرف امتى يطلع لك في الوقت المناسب عشان تلعب له الكوره، امتى يقف، امتى يرفع الكره العرضيه من نص من 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 نص الملعب خلف المدافعين، امتى يوصل للثلث الاخير. هو مميز جدا في الحاجات دي. فطبعا عودته مهمه جدا رغم زي ما انا قلت يمكن الفترات الاخيره كان عليه ضغط كبير الجهد شويه في الارتداد للدفاع عشان كده يبقى ياسر ابراهيم واخد باله انه في حاله طلوع علي معلول او برضو احمد نبيل كوكا لانه بيلعب وسط ملعب مدافع وناحيه الشمال غالبا لانه هو اشول يعني يبقوا يعني ميلين على الناحيه دي كويس في حاله هجوم علي معلول لانه الناحيه الثانيه ممكن جدا فرقه سموحه تستغلها عن طريق عبد الكريم الوادي او حسين فيصل يعني. فعلي معلول عودته مهمه. تاني حاجه هو استغنى عن السوليه مش موجود في الفرقه وحط صلاح محسن بدلا منه يعني لعب اتنين في نص الملعب وزود صلاح محسن قدام فاصبح مجدي قفشه صريح تحت راس الحربه المكان بتاعه اللي بيجي غير ماتش بيراميدز. بيراميدز كان بيبقى في الدفاع ناحيه اليمين وثم يدخل لجوه في 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 حاله صناعه اللعب. هنا النهارده مجدي قفشه واضح انه هيبقى شماله صلاح محسن يمينه طاهر وقدامه شريف. مجدي قفشه من افضل مباريات في الفتره الاخيره الماتش اللي فات عمل اتنين ثرو باص هايلين او اكتر من واحده لانه هو الهدفين كان الاول كورنر ثم الثانيه ثرو باص لحسام حسن. لكن كان من اميز لعيبه النادي الاهلي في السيطره والاستحواذ في الماتش اللي فات وفي التمريرات البينيه مع طبعا ياسر ابراهيم ورامي ربيعه زي ما علاء قال كانوا مميزين جدا الماتش اللي فات ونتمنى ان هم يستمروا على هذا الاداء في الماتش. فصلاح محسن النهارده هيضيف قوه في الناحيه الهجوميه وطاهر المفروض الناحيه الثانيه وشريف في الامام ومجدي قفشه هو اللي هياخد صناعه اللعب. فهي التشكيل متوازن بس اتمنى انه صلاح وطاهر انتاجهم يظل في معظم الوقت اللي هم بيلعبوا فيه ما يبقاش لحظات يعني ما يبقاش دقيقه او دقيقتين يعني ما يبقاش دقيقه دقيقتين وبعدين نص ساعه خمس ساعه ما فيش حاجه
يعني فاتمنى ديت لانه انت بتتكلم طبعا على الجزء الامامي الناحيه الهجوميه. بتكلم عن الجزء الامامي لانه صلاح محسن وطاهر في ماتش زي النهارده هيبقى ليهم تاثير كبير قوي لان ممكن الرقابه تبقى شديده شويه على شريف، فبرضو اللي هو الحاجات اللي بيخشوا بقى فيها للداخل من بين السردباك والباك طاهر او صلاح محسن، واحنا شفنا كتير قوي النادي الاهلي بيلجا للاسلوب اللي هو بناء اللعب من ورا، واحيانا تبقى في كرات طويله من رامي ربيعه من ياسر ابراهيم، وشفنا جوان جات للنادي الاهلي كده خلف الدفاع. فدي مهمه جدا من صلاح محسن وطاهر محمد طاهر انه في التوقيت المناسب بيقطعوا كويس من بره لجوه في خلف المدافعين يعني. صحيح. النهارده يعني اتمنى انه الجميع يبقوا في حاله كويسه، وبالذات في الناحيه الهجوميه اللي هي كانت ناقصه شويه الماتش اللي فات. اتمنى النهارده ماتش دوري وعايزين 3 بونت، فان شاء الله نكثف من الناحيه الهجوميه شويه باذن الله رب العالمين. طبعا كابتن عادل كل مباراه ليها حساباتها. طبعا كابتن اسامه قال الماتش اللي فات كنا بنلعب بيراميدز مباراه كاس فرقه ثقيله، ليك هدف ان انت عايز تكسب، ولكن مباريات النادي الاهلي كلها دلوقتي اصبحت كؤوس. طبعا لانك انت بتتكلم على بونت مهم جدا للفرقه. أيوة. بس هو حته التكتيك النهارده يمكن اليو ديانج واحمد نبيل كوكا الاثنين هيبقوا في نص الملعب ومعهم كمان قفشه، يعني قفشه بيلعب بحريه في الحته بتاعت اللي تحت الراس حربه بقى اللي هي في 4-2-3-1، وبيبقى عنده حريه بينزل تحت في وسط الملعب بين الاثنين مع اليو ديانج ومع كوكا، يعني عنده حريه في الجزء ده. اما الثلاثه اللي قدامه اللي عندهم برضه حريه في التحرك، عشان كده انت بتتكلم على اللعبه الطويله اللي بيعملها رامي، بيعملها ليه؟ عشان سرعات صلاح محسن وسرعات محمد شريف وسرعات محمد طاهر، واللامركزيه بتاعت الثلاثه اللي قدام ده بيشتغلوا في اللامركزيه. اما مجدي قفشه فمجدي قفشه عنده كمان حريه ان هو بيبقى راس مثلث مع احمد نبيل وإلي ديانج، الاثنين بيبقوا القاعده بتاعته وهو اللي بيبقى قدامهم، واحيانا بينزل في وسطهم عشان يستلم لما الكره بتتاخر عنه. فهو مجدي قفشه النهارده مش هيروح على الاطراف خالص. ليه؟ لانه عنده على الاطراف صلاح محسن وعنده على الاطراف طاهر محمد طاهر، فدي حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه. ولكن اللي انا عايز اقوله لك بقى يا كابتن النهارده ان وانتوا اتكلمتوا على صلاح محسن ودي حاجه مهمه جدا، صلاح محسن النهارده لازم يبان بمنظر كويس ومظهر كويس اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني من الحاجات اللي انا ما بحبهاش دايما ان المدرب الجديد يروح الملعب، دي من الحاجات اللي يعمل ضغط على اللعيبه. طبعا ما ينفعش يا كابتن، ما ينفعش انا اوديه يوم في مباراه يتفرج على الفرقه دي، ده في العالم كله. عارف ليه؟ لانه النهارده انت لما تيجي تتفرج على اللعيبه هيبقوا مشدودين. لعيب لعب كويس النهارده انت تفتكر ان هياخد من المباراه دي؟ عشان كده بيقول لك لما يجي المدرب يبحث امر الفرقه بيعمل حاجتين مهمين، بيتفرج على شرايط ليهم في بدايه الموسم وفي نص الموسم وفي اخر الموسم. ليه؟ علشان في احيانا انت بيبعت لك شريط او تتفرج على الفرقه انك انت بتتفرج على انا كنت في التوب فورم في الماتش ده والماتش ده مثلا الثاني زي محمد الشناوي مثلا كوره ولا حاجه فلتت منه. لو اتفرجت انا على المباراه دي بس كمدرب اللي بيحصل اقول ما تدوش حقه تمام، يعني مش عند المدربين الفنيين التقال، يعني علشان كده ما ينفعش انك انت من وجهه نظري انك تودي المدرب يتفرج على المباراه في الملعب خالص، بالذات في اخر مباراه هيستلم بعديها. ايوه المفترض ان هو يروح، فالنهارده يبقى في ضغط على اللاعبين، ممكن تبقى سلاح ذو حدين، الاول ممكن تعلى قوي وروحها هتبقى عاليه وممكن يبقى ضغط اوفر عليك وانت في وقت عندك ضغط. ولكن الناحيه التكتيكيه عشان لما تيجي تلعب سموحه لازم تعرف ان سموحه من الفرق اللي بتعمل زون ديفنس كويس، وهي على الورق صحيح. بتلعب ثلاثه في وسط الملعب، لا هي احيانا بتبقى بخمسه في نص الملعب، يعني بيلعبوها اربعه. هم سموحه غيرت المدير الفني، هو اسلوب احمد سامي زي اسلوب باسيوني؟ لا مختلف لكن طبعًا. عايز اقول لك حاجه، الميزه في لعيبه سموحه مع عبد الحميد باسيوني الفتره اللي فاتت ان هي فرقه بقت ايجابيه اكتر
بالنسبه للتهديف وبالنسبه للمكاسب. هو في اخر خمس مباريات جاب 13 هدف. ما هو عبد الحميد بسيوني عنده، ورغم ان عبد الحميد بسيوني بيميل للنواحي التكتيكيه الدفاعيه اكتر من احمد سامي، ولكن عنده حته التوازن. فبص تلاقي عبد الحميد بسيوني ممكن كمان عنده الجراءه في ايه، وهو مدرب انا بعتبره من المدربين كويسين، ان عبد الحميد بسيوني ممكن يراهن على حته الضغط عليك، انه يضغط على النادي الاهلي اللي انت مش متوقعه يضغط عليك. يعني عبد الحميد بسيوني ممكن تلاقيه مثلا انت بتتكلم في حمدي علاء ومصطفى الخواجه ومحمد كناريا وعبد الكريم الوادي وحسين فيصل ومروان حمدي، هتبص تلاقي في بيساعدوا اتنين منهم بينزلوا نص الملعب ايهما، لكن مروان حمدي اكتر واحد اللي هو بيعمل له العمق الهجومي علشان يعمل له محطه، ولكن يقدر يدافع كويس. خالد عبد الفتاح وبيكام من الناس اللي مش بيهاجموا كتير، يمكن بيكام عنده حته الدخول للقلب، عنده شريف رضا، يمكن شريف رضا هنا محطوط، انا في رايي انه محطوط زي الايسر. لا شريف رضا ما بيتحطش كده، شريف رضا اصلا لعيب جوكر، بيلعب في كل حته، بيلعب شمال بيلعب يمين، وهو من اللعيبه الافضل لعيبه في سموحه دي حقيقه، لعيب مهاري فعلا. ولعيب مهاري وولد صغير كده وبيتحرك كويس، و يعني اعرفه على المستوى اللي شفته يعني كتير ولعب معايا، فانا عايز اقول لك عنده سرعته وعنده قوته. فعلشان كده عبد الحميد بسيوني النهارده تقدر تقول عليه انه في بدايه المباراه هيتعب النادي الاهلي شويه. يعني ده وجهه نظري. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. النهارده كان في اجتماع هام لاتحاد الكره المصري، كره القدم طبعا، اتحاد الكره. من ضمن القرارات اللي اتخذت النهارده الموافقه على تعيين مارك لاتنبرج رئيسا لجنه تطوير الحكام، وده اكيد هيتبعه قرار ثاني انا منتظره على اقصى تقدير بكره ان شاء الله. في قرار يخص النادي الاهلي لقطاع الناشئين، اعتماد المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية باحتساب نتيجة مباراة الأهلي والمصري مواليد 2001 لصالح النادي الأهلي، لكون إشراك المصري للاعب إبراهيم سعيد فهمي مواليد 97 أشركوه في المباراة على أنه مواليد 2003، وبكده يفوز النادي الأهلي ببطولة 2001 بطولة الجمهورية للناشئين 2001 لكرة القدم. نادي الأهلي أصبح لديه 73 نقطة، وطلائع الجيش أصبح لديه 70 نقطة. شكر خاص جدا 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 للجهاز الإداري لقطاع الناشئين بقيادة كابتن خالد بيبو على مجهوداته في هذا الأمر. طيب كابتن بلال، كلمنا على بصفة عامة على تشكيل النادي الأهلي النهاردة، عايز أتكلم على رباعي المقدم. كباتن قالوا أن وجود صلاح محسن من البداية يدي إضافة لخط الهجوم، بس أنا يهمني حاجة واحدة، ثلاث خشبات. شوف يا كابتن بوصان، يعني بما لا شك فيه صلاح عنده قدرات وإمكانيات كبيرة يعني، وما أصبحش لاعب ناشئين تمام، ودي نقطة مهمة جدا لازم برضو نحطها في الحسبان يعني، وهو كمان لازم صلاح يحط دي برضو في حساباته. أيوة. ان هو مش اللعيب اللي لسه جاي من انبي بالظبط تمام، انا مش اللعيب لسه جاي من انبي، في اختبار بالظبط، فيعني ايه في ضغوطات او ممكن اتدلع شوية او لا، انت طالما بقيت موجود مع النادي الاهلي اذا انت لعيب عندك قيمة كبيرة جدا. النادي الاهلي ما بيختارش اي لعيب، النادي الاهلي دايما بيختار اللعيبة المميزة الافضل في كل مكان، سواء كان بتجيبه من بره او اذا كان موجود عندك في قطاع الناشئين. صلاح لعيب كويس، لعيب جيد، مطالب ان هو يهتم بنفسه شويه من النواحي البدنيه، خد بالك ودي نقطه مهمه جدا، لان صلاح صغير على الاصابات اللي بتجيله دي كلها. يعني لعيب كويس، لعيب مهم تمام، ما شاء الله عنده سرعه وعنده مهاره، بيعرف يلعب على الجول بشكل كويس، ولعيب مميز، وخد بالك ينفع يلعب تسعه كمان يعني. صح. صلاح يعني من وجهه نظر الشخصيه هو وشريف يتنافسوا على المكانه دي يعني، ولو صلاح يعني في افضل حالاته ممكن يلعب هو اساسي، خد بالك، وشريف هو ممكن يلعب طرف، يعني ممكن يبقى في تبادل في الملعب. لكن التشكيل النهارده من وجهه نظري معدول، يعني غير المباراه اللي فاتت قفشه يمين وبتلعب وعايز تبدل وعايز تحط، لا التشكيل مظبوط النهارده. طب هسألك سؤال بمناسبه التشكيل،
يعني انا يعني فكرت من قبل المباراه ان ممكن مثلا النهارده كابتن سامي يبدا بحسام حسن ويخلي محمد شريف على الطرف ومحمد شريف يكمل مع حسام حسن يبقوا اثنين راس حربه، على اساس ان حسام حسن لعيب من نادي سموحه ويعني يعرف يتعامل مع خط الدفاع بتاع نادي سموحه كويس قوي. شوف يا كابتن هقول لك على حاجه، انت ستايل لعبك مختلف شويه، يعني انت الستايل بتاع اللعب بتاعك مختلف شويه. اللعيبه اعتادت طول ما مجدي قفشه موجود في الملعب ده الكي بلاير، تمام؟ ده اللي بيعمل ايه؟ ده اللي بيحرك اللعيبه في الحته اللي قدام. ما بقيناش نعتمد بشكل، في عدم وجود مجدي قفشه انت بتعتمد على اطراف الملعب على الباكين بشكل كبير، يعني بتعتمد على محمد هاني وبتعتمد على علي معلول. فبالتالي ممكن اقول لك ان في ظل عدم وجود مجدي قفشه ممكن نستعين بحسام حسن، لان انت هتكون الاهداف الرئيسيه او التكتيك اللي بتشتغل بيه هو اطراف الملعب. لما بيبقى متواجد مجدي قفشه في قلب الملعب انت بتعتمد على على مجدي بشكل شريف. كويس، فبالتالي انت بتعتمد على مجدي ان هو يعمل البينات، الكرات الان بتوين يعني اللي بين السنتر باكس، تمام، الكرات اللي بتتلعب الثرو باسز اللي بيغير بيها، يعني بتعتمد بشكل كبير على اللعب من العمق مش اللعب من الاطراف، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. خد بالك الحته دي لازم كمان يعني طاهر وصلاح يبقوا في ربط مهم جدا، لان اوقات كتير لازم شريف ينزل لتحت والاثنين هم اللي يضموا للقلب عشان تقدر تخلق مساحات من ورا المدافعين. يعني بسيوني من الناس اللي بتفكر كويس وبتذاكر كويس جدا جدا على فكره، وبيقرا الماتش بشكل كويس. النهارده ممكن نقول ممكن الاهلي النهارده ما يبقاش في افضل حالاته، لكن مطلوب انت مش في افضل حالتك انك تسجل، مطلوب انك تكسب النهارده. يعني انا في الماتشات المتتاليه دي ممكن ما اطلبش مستوى مبهر بالنسبه لي، ما اطلبش اعلى كواليتي في اللعب، ما اطلبش امكانيات كبيره، لكن اطلب مكسب. صح، انت عايز تكسب. صح، انت مهم انك تعدي. انت النهارده ماتش بتلعبه من 3 ايام، هتلعب بعد 3 ايام كمان مباراه، والنهارده بتلعب مباراه، فانت كل مباراه بالنسبه لك بتعدي، انت عايز الثلاث نقط، بتدور على المكسب. اهم حاجه المكسب النهارده، يعني الرباعي الامامي يبقى مركز جدا، لان ممكن الفرص تبقى قليله جدا قدام فرق زي سموحه كده، يعني بيدافع كويس، بيلعب على هجمه مرتده سريعه، بيشتغل كويس في الكرات العرضيه، وده اسلوب عبد الحميد بسيوني في كل الفرق، فبيقفل كويس بشكل كويس، بيسيب الاطراف عشان عارف ان انت دايما ما بتحاولش انك تشتغل كروسات عرضيه كتير، فبيسيب لك الاطراف ويقفل في القلب بشكل كويس، ويبتدي يشتغل على هجمه مرتده سريعه، وعنده لعيبه اللي عندها سرعه تقدر تشتغل في الحته دي قدام. فده اسلوب والتاكتيك بتاع عبد الحميد بسيون. انت مهم مطالب انك تستغل المهارات والسرعات من بدايه الماتش. الفرقه اللي زي دي بتبقى نازله فيها حماس شديد اول المباراه، بتبقى نازله متحمسه، عايزين يضغطوا النادي الاهلي، لازم اول خمس دقائق اخد المبادره من النادي الاهلي، الحاجات دي بتبقى موجوده. فمهم في البدايه بتاعتك انك تدوس على الفرقه دي، انك تضغط عليهم بشكل كويس، انك تسجل اهداف، بعد كده ممكن تتراجع، بعد كده ممكن تقفل بشكل دفاعك بشكل كويس. مش مهم انك طول الجيم تلعب مباراه مفتوحه، مش يعني ده مش في غايه الاهميه، لا، انا مهم ان انا العب مباراه متوازنه، يبقى عندي توازن دفاعي وعندي توازن هجومي. عندي لعيبه ما شاء الله النهارده الرباعي الامامي حاجه محترمه جدا، عندهم سرعات وعندهم مهارات، ولعيبه بتعرف تسجل اهداف، بتعرف تلعب على الجول بشكل كويس، عندك مجدي قفشه لعيب كويس، المباراه اللي فاتت صنع هدف، تقدر النهارده تعمل توليفه هجوميه جيده. فالنهارده لازم نستغل الحته دي، لازم نستغل الفرص اللي هتتاح للعيبه النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه، حاجه مهمه جدا بشكل كبير، لان النهارده الفرص ممكن ما تكونش كتير. مظبوط، ممكن بشكل كبير اعتقد ممكن فرصتين ثلاثه لو ابتديت متاخر شويه، يعني لو دخلت في المباراه متاخر الفرص ممكن تكون قليله جدا. ممكن النهارده المباراه تخلص بضربه ثابته، بكره ركنه ركنيه، ممكن تخلص بفاول على ال 18، بنالتي ممكن تخلص بالشكل ده، كره عرضيه، كره ثابته، ممكن كره ثابته قصدي يعني. فالنهارده لازم نستغل الحته دي، مهم جدا يا كابتن. انا عارف ان اللعيبه عندها حاله من الاجهاد، لكن مهم البدايات بتاعتك مهمه جدا جدا، ما ينفعش تسيب لي فرقه زي اسمها عندهم لعيبه بتعرف تلعب كره كويس، ما ينفعش تسيب لهم الاستحواذ في بدايه الماتش، ما ينفعش نسيب له المبادره في بدايه المباراه، لازم نضغط ضغط من امام. ما شاء الله احنا عندنا النهارده اثنين في القلب من يعني في افضل حالاتهم في البيك بتاعهم، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه ما شاء الله متميزين جدا، وبقى لهم اكثر من مباراه بيأدوا بشكل رائع. محمد هاني المباراه اللي فاتت كان كويس، النهارده بيجي علي معلول، فالنهارده الرباعي الخلفي بتاعك جيد. اتمنى من الرباعي الخلفي دايما يزق اللعيبه لنص الملعب عشان تعمل الضغط الامامي، عشان كل الكرات اللي تبقى عليك كرات كلها تبقى كرات طوليه، تبقى من نصيب محمد الشناوي. ده الستايل والاسلوب المفروض نلعب بيه النهارده قدام سموحه عشان نقدر نكسب ان شاء الله. صحيح. طبعا شايفين جماهير النادي الاهلي وبتشجع لعيبه النادي الاهلي وبتشجع مدرب حراس المرمى ميشيل،
وطبعا على مجهوداته الفتره اللي فاتت، وهو مكمل باذن الله رب العالمين مع النادي الاهلي اعتقد في قطاع الناشئين. يمكن كابتن علاء اتكلم الكابتن بلال على النواحي الهجوميه النهارده وانت اتكلمت عليه، انا بس عايز اتكلم في شقين. الشق الاولاني وجود المدير الفني الجديد، هل ده بيبقى ليه تاثير ايجابي ولا تاثير سلبي؟ ده الشق الاولاني. الشق الثاني كابتن بلال اتكلم برضو على العرضيات النهارده، عايز اتكلم على الكثافه العدديه داخل منطقه ال 18 المفروض تبقى متواجده النهارده من بدايه المباراه. طيب خش على الشق الاول. ماشي اتفضل. وجود المدير الفني على فكره مش حاجه سلبيه. صح. من وجهه نظري هو. ما فيهاش سلبيات يعني، هو الراجل بيبقى جميل ان هو يبقى موجود ويتفرج على اللعيبه من يبص عليهم من لوحده خالص كده من غير اي ضغوطات، هو اوريدي عارف هو جايب فين وهيلعب مع مين وعنده مين وكل حاجه، لكن جميل ان هو يقعد في الاستاد فوق ويتفرج على اللعيبه، شكل اللعيبه، اصل اللعيبه دي مش تحت اختبار، مش تحت ضغوط، لعيبه استاذ كلها موجوده، بالعكس انا ممكن دفعه مش اقل يعني، مش يعني ممكن عادي قال ضغط. هقول لك حاجه، هو عادي قال ضغط بس ممكن يبقى ضغط ايجابي. في ايه؟ ان انا ابذل كل مجهودي، انا موجود على فكره. جميل قوي ان اول انطباع ليك انا كمدير فني مثلا بتفرج النهارده مع اسامه وعادل، جميل قوي اول انطباع عني ان انا احس الاثنين كويسين جدا وفيهم مميزات كتير جدا كويسه، اخد فكره عامه عن شكل النادي الاهلي او شكل لعيبه النادي الاهلي مباراه النهارده. صح. الناس اللي هتلعب او الناس اللي بقى ليها فتره بره وتلعب، فدي ضغط بس ضغط ايجابي مش سلبي ولا على اللعيب، وبالعكس مفيد للعيب ومفيد للمدير الفني اكيد. الحاجه الثانيه بلال بيتكلم في كوره عرضيه، وبلال النهارده بيتكلم على ممكن النهارده المباراه بتقف مع بلال تبقى الفرص مش كتير. فانت النهارده ايمن لازم اركز قوي في كل الفرص، لازم عندك كثافه، انا متاكد النهارده هيبقى عندك كثافه. ليه؟ محمد مجدي هيبقى متواجد في الشق الهجوم كتير جدا، لان محمد مجدي هيبقى في الثلث الاخير يعني خلاص ما عندوش مشكله في اثنين وراه. صح. عندك اثنين بيميلوا ان هم يروحوا على الجول كتير، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر، والاثنين عندهم ميزه كويسه قوي ان الكره عكسيه، هم بيبقى راس حربه تاني وبيعرفوا يتصرفوا في حته احراز الاهداف، ودي هيبقى عندك ثلاثه بيعرفوا يجيبوا اهداف او احراز الاهداف موجودين، شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وراهم محمد مجدي، قدر اربعه انت ضامنهم في كل هجمه الى جانب طرف من الاطراف اذا كان علي او اذا كان هاني، ووراهم ديانج اللي هتلاقيه شويه او هتلاقي كوكا شويه ناحيه الشمال برده كمساعد لصلاح محسن. فالكثافه العدديه النهارده بس لما تحسبها على ورقه كده على الاقل في كل هجمه انت عندك ست لعيبه موجودين، فما فيش فيها مشكله، وكلهم بيجيدوا الاهداف بيجيدوا التسديد كمان. كوكا بيشوط كويس قوي على فكره، كمان احمد نبيل كان عادي يعرفه كويس، محمد مجد طبعا التسديد بتاعه عنده ممتاز. النهارده يعني عندك نزعه هجوميه كويسه وعندك شراسه، بس كل ده ايمن لازم تبدا بحاجه مهمه قوي، شخصيتك في اول ماتش، هو ده اللي بيفرق. صحيح. مع النادي الاهلي بتبدا بشخصيتك في المباراه، انت خلاص بتسيد المباراه، ما تديش وقت للفريق المنافس ان هو يبدا هو اللي يهاجمك، هو اللي يبدا يعمل عليك خطوره، خصوصا النهارده فريق سموحه من الفريق المحترمه جدا 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 النهارده بتلعبك، عندها عناصر كويسه كتير جدا. أي. عندهم ثلاثي في المقدمه، لعيبه كويسه قوي قوي بيعرفوا يسجلوا اهداف كويس جدا، انا عاجبني عبد الكبير الوادي لعيب كويس قوي مهاري بيعرف يستمر الكوره كويس قوي. نفس الكلام ده حسين فيصل ومروان حمدي، في بس ميزه النهارده بسرعه كده في لعيبه النادي الاهلي، موضوع الاجهاد النهارده في ال10 اللي بيلعبوا النهارده موجودين مش كتير. هو انت كلمت كابتن على فرقه سموحه. بص يعني وعندهم... بص ايمن هم فيهم ميزه بس بسرعه كده، الكره طول ما في وقت ومساحه اللي احنا شايفينها دي ما بيغلطوش. صح. بيسلم صح ما بيغلطش. مظبوط. فعشان يعني بص الفريق ده ما ينفعش يديله المساحه دي، انا بص بقول لك من قبل المباراه المساحه والوقت ده مع لعيبه سموحه هتتعب، لازم ضغط وتضيق مساحات كويسه. اتفضل. اتكلمت على المساحه برده، في حاجه نقطه مهمه جدا 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 احيانا بيعتمد عليها فرقه سموحه. اتفضل. التمريره بتاعت هاني سليمان بيلعب على الفاضيه خصوصا في الهجمه المرتده. بالظبط. بيعملها كويس قوي. بالزبط. وتحس ان هي يعني طريقه لعب وهجمه بيعملها كويس، فعشان كده ايمن لازم تحترم الفرق اللي عندها اكتر من لعيب بيعرف يسلم ويستلم. عشان تسلم وتستلم مع لعيبه مهاريه زي دي ضروري يعني بص هم عندهم هدوء، عندهم ثقه في نفسهم، تحس ان هو فريق يعني ليه شكل طول ما انت ما تضغطش عليه. ليه شكل. اي فريق مش هتضغط عليه ايمن هيضايقك لو فريق عادي، فتخيل فريق عنده عناصر كويسه قوي زي ما بتكلم بلال دلوقتي، لا لازم تحترمه كويس قوي، لازم في نص ملعبه يتمسك كويس قوي،
لازم المساحات تبقى ضيقه جدا، ما تديش وقت ليهم للمساحه. عندهم بقول لك ثلاثه مهاريين قدام هيتعبوك، عشان كده بقول لك النهارده انا من وجهه نظري بعد نص الملعب لو انت بتقابل كده لازم المقابله دي ما ترجعش ورا مبدئيا عشان الملعب ما يتورش منك وتبدا تضيق المساحات قد ما تقدر. صحيح كابتن اسامه، بسيوني فكر ازاي النهارده في ماتش، يبتدي ازاي السيناريوهاته اللي هو حاططها؟ اولا هو لعب بثلاثه في نص الملعب غير الماتشات اللي كان بيلعب باربعه اتنين تلاته واحد، فشكلها هيلعب النهارده اربعه تلاته تلاته او اقرب لاربعه خمسه واحد، لان حسين فيصل وعبد الكريم الوادي هيبقوا تحت مروان حمدي، وكناريا ومصطفى الخواجه وحمدي علاء هيبقوا في وسط الملعب. لكن هم ميزتهم انه بيعرفوا يجيبوا جوان، وواضحه جدا من عدد الجدول بيبين حاجات كتيره يا ايمن. هم جايبين 33 هدف وداخل فيهم 28 هدف في 22 ماتش، ودي نسبه كبيره على فكره. طبعا 33 هدف في 22 ماتش بالظبط يعني معدل هدف ونص في المباراه. 33 مع 22 على ال 22 واحد ونص هدف في المباراه. اذا عندهم رغم انه ممكن يبقى حريص انه يملى وسط الملعب ويركز في الثلث الاخير في النواحي الدفاعيه، ولكن عندهم قدره في التحول من الدفاع للهجوم، وانه بيعرفوا يجيبوا جوان. عبد الكريم الوادي جايب 6 اهداف، مروان حمدي برده جايب قريب من كده. معانا مقارنه كمان على الشاشه كابتن اسامه ما بين مروان حمدي ومحمد شريف بمناسبه تسجيل الاهداف يعني. فهو مروان حمدي وكريم وعبد الكريم الوادي وحسين فيصل بيعرفوا يجيبوا اهداف. شريف رضا بيهاجم كويس من الناحيه الشمال ومن المصادر الخطوره بتاعتهم. احمد بكم يمكن هجومه مش هيبقى كتير قوي، بس برضو يعني لعيب كان في النادي الاهلي وهيحاول يثبت نفسه. عندهم مصادر خطوره كتيره، برضو ايضا الضربات الثابته عندهم مصدر خطوره فيها، لكن برضو جاي 28 هدف فيهم في 22 مباراه، يعني اكتر من هدف، يعني تقريبا هدف وربع او هدف واثنين من عشره في كل مباراه. اذا عندهم مشاكل شويه في النواحي الدفاعيه، ودي لابد من استغلال الفرص اللي تيجي. ميزه مباراه بيراميدز يا ايمن انك انت من اكتر المباريات باقل فرص استغليت جبت جونين، يعني من يمكن من ثلاث فرص في التسعين دقيقه جبت هدفين. في ماتشات تانية كتيره قوي بنضيع فيها اهداف بالجمله وبتتفاجئ ان جه فيك جون، او انت كنت كسبان واحد وجه فيك تعادل. فاستغلال الفرص مهم جدا، خاصه ان عندهم ثغرات هتبقى موجوده سواء في خط الدفاع من الاجناب او حتى في العمق. فاتمنى الرباعي الامامي يقدر يستغل الثغرات ديت ان شاء الله يعني. طيب سريعا كابتن عادل، توقعاتك لبدء المباراه؟ يعني هيبقى في ضغط من النادي الاهلي علشان حته الرباع الامامي وتكتل شويه من سموحه، ولكن برضو الضغط الوهي اللي بيعملوه المدربين في البدايه اللي بيلعبوا النادي الاهلي فبيحسسك انه بيعمل ضغط، ولكن هو بيعمل زون ديفنس. المباراه النهارده هتبقى لو فيها هدف مبكر لاي حد من الفريقين يبقى مفتوحه وتبقى فيها اعداد كبيره قوي من الاهداف من البدايه من الفريقين. طيب كابتن بلال، ممكن نشوف اهداف مبكره في البدايه من النادي الاهلي؟ ممكن نشوف اهداف مبكره. احساسك؟ احساسي كده يعني صلاح وطاهر وشريف ومجدي قفشه لعيبه عندها امكانيات وقدرات مختلفه شويه، المهارات الفرديه مهارات عاليه. على حسب بقى الحاله البدنيه، لو هم فايقين بدني النهارده تمام ومتحركين يعني مش ثابتين في اماكنهم. انا حاسس انك مبسوط من تواجد الرباعي ده من البدايه. بص الملعب معدول بشكل كويس، واللعيبه اللي موجوده تمتلك ميزات كثيره جدا. لعيبه يعني صلاح بيعرف يلعب بدماغه كويس قوي على فكره في الكرات العرضيه. صح. لما بيكمل لراس حربه ثاني. طاهر مسجل المباراه اللي فاتت بدماغه من ركله ركنيه مسجلها بشكل رائع جدا. فالنهارده شريف متحرك بشكل كويس قوي، مجدي قفشه بيكمل مع الثراسي الامامي وبيعمل ثرو باس بشكل رائع جدا جدا. فانا شايف النهارده لو اللعيبه دي متحرره تمام وبدنيا كويسين اعتقد لا هنعمل جيم كويس قوي على سموحه النهارده باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.